مقادير النودلز يا اصحابي، كله بسرعه بسرعه، جيب ورقه وقلم كده او يشوفها على الشاشه بسرعه. 3 كوبايه دقيق، 2 بيضه، ميه عشان العجين، وملح. والبهارات بقى اللي احنا هنحطها بعد ما نعمل النودلز او العجينه، هنحط بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكركم وكاري ومكعب مرق وملح وفلفل وبهارات فراخ. ها جاهزين؟ قولهم تاني، نقولها تاني مره كمان. اوكي، هنقول مقادير النودلز: العجينه 3 كوبايه دقيق، 2 بيضه، ميه للعجين، وملح. تمام كده. وبعدين البهارات بقى اللي احنا هنحطها على النودلز بعد ما تتعمل هتكون معلقه بابريكا وتوم باودر بصل باودر كركم كاري مكعب مرق ملح وفلفل وبهارات فراخ. يلا تعالى بقى اقول لك هنعملها ازاي يا ليلو. يلا بينا نكسر البيض. يلا اكسر انت البيض زي سما ما بتعمل هنا. اكسره هنا، اجيب لك بوله ثانيه. مفيش حاجه الحمد لله اهو. يلا اكسر البيض كده هنا. ايوه، محتاجين بيضتين. لو البيض عندنا صغير هنستخدم 3 بيضات. 3 اوكي. طيب وعندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، هروح على العجان بتاعي. مظبوط. لو ما عنديش عجان يا ليلو على ايدينا عادي جدا. هنضرب دي ولا نحطها على طول على العجان؟ مش مهم، هنحطها على طول. ممكن تحطها على الدقيق. يلا بينا كل اصحابي بسرعه بسرعه بسرعه، كلمونا. رشه الملح على الارقام اللي قدامكم على الشاشه. هجيب لك رشه الملح كده ونحطها. يبقى احنا حطينا 3 كوبايات دقيق ورشه ملح، وحطينا كمان 2 بيضه. تمام. هنعجن، وبعدين ممكن احط معلقه صغيره بس من الزيت، معلقه واحده بس اهي. ايوه ايوه. وهنبدا نعجن ننزل. ايوه امسكها كده. ايوه هنعجن كده ونحط ميه على حسب ما هنحتاج. بتدريج يعني. بالظبط كده، حبه حبه. بس اهم حاجه ان لازم العجينه بتاعه المكرونه اللي احنا هنعملها تبقى جامده جدا. يعني ما تبقاش طريه خالص يا جماعه، يعني دي عايزه خبره. لازم تبقى ناشفه، تبقى ناشفه قوي. يعني احنا لما بنعمل معجنات دايما بقول لكم تبقى طريه شويه. لا، العجينه بتاعه النودلز محتاجاها تبقى ناشفه، تبقى عجينه ناشفه خلاص. فمش هزود ميه. يعني لازم يا اصحابي، لازم كل مامي تاخد بالها ان العجينه ما تبقاش طريه، تبقى ناشفه شويه. جاهزين ولا مش جاهزين؟ عايزه خبره، دي خبره ماما في البيت. بص يعني البيض اهو اختلط مع الدقيق مع معلقه الزيت اهو كله. هحط بقى، بص يعني بالتدريج كده شويه. الميه تكون دافيه ولا تكون عاديه ساقعه من الحنفيه؟ ممكن تبقى دافيه. عشان احنا هنكمل كمان عجن فيها على ايدينا يا ليلى. تمام. يعني احنا بعد العجينه هنعمل بايدينا؟ عشان هي هتبقى ناشفه قوي، فمش هتلم غير لما احنا لازم نعجنها شويه كمان. بصوا الميه فيها قليله اهو زي ما انتم شايفين، معلقه واحده. وهنوقف بقى ممكن ايه ونكمل بايدينا. نكمل بايدينا بس نشوفها الاول. تعالى نشوفها بس قبل كده ما نشيلها. يلا بينا كده. نفتح كابوت العربيه كده. حلو قوي. ممكن بقى نكمل بايدينا في المرحله دي. شايفينها اكنها لسه ما اتعجنتش. مظبوط. تمام. شايفين الشكل؟ هنشوفه كمان واحنا على الرخامه كده هناك عشان نوريه. تعالى نديله. جاهزين؟ يلا بينا، تعالوا معايا. النودلز دي يعني هتعجبكم جدا جدا جدا، هتعملوها كل شويه في البيت. هنبدا بقى، بص هنبدا كده نحط العجينه كلها. بصوا مفرفته لسه ازاي. انا عايزاها كده يعني، محدش يقلق يا اصحابي لما يلاقيها كده، هي لسه مفرفته. بص بقى هنعجن بقى. تمام. انا عايزه العجينه تبقى ناشفه، فهلم كل الفتافيت دي واعجن كده بالشكل ده. بس ده عايز عضلات. بالظبط كده. يعني ما انت لو بتشرب لبن هتعرف تعمل يعني ده. بتشرب لبن؟ طبعا. طب كل يوم. طيب خلاص، يبقى انت هتعرف تساعدنا يا ليلو في الموضوع ده. تمام. صح. تمام. يعني اصحابي لازم يكونوا اخويا جدا 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 كده عشان يعرفوا ايه. ايوه شايف اهي. مظبوط. عايز تعجن شويه؟ اوكي يلا بينا. هديك تعجن شويه، هلم دول واسيبها لك تعجن. شايفين يا اصحابي، هي بص لو في اي فتافيت موجوده بتتلم على المكان، هي العجينه لما تبقى ناجحه بتلم كل اللي حواليها. بالظبط كده. يبقى احنا كده ناجحين وعاملين عجينه. عايزاها ناشفه. يعني بنتعامل معاها بصعوبه يا ليلو. هو ده اللي انا عايزه اوصل له. كل اللي حواليها تلم كده، يبقى كده العجينه ناجحه ومعموله مظبوطه جدا. خلاص جداً انا كده مش محتاجه اي ميه ولا اي حاجه تاني. خلاص اعجن بس فيها شويه. سلام. خد اعجن شويه لحد ما اجيب لهم العجينه اللي احنا ريحناها شويه. هي كل اصحابي طبعا هيحبوا الحركه دي جدا جدا جدا. ممكن نحذف العجينه فوق كده. العجينه اهي. تمام تمام.
وبعد كده لازم نريح العجينه شويه ليه. يعني ايه نريح العجينه؟ يعني لازم نسيبها تستريح نص ساعه قبل ما نشتغل فيها على طول. يعني ايه صحيح العجينه تعبانه صحيح؟ هنحطها في كيس ونسيبها تستريح على جنب شويه. انت تعبانه؟ تمام ماشي. انه نعملها كده اهو بعدين انت عارف فوق. لما بيبقى في عجينه فيها خميره المفروض بنسيبها تخمر. طبعا طبعا. دي ما فيهاش خميره ليه هنسيبها؟ عشان تستريح. بالظبط كده. تستريح من الخبط اللي احنا بنعمله فيها ده. تمام هتستريح من اللي احنا بنعمله فيها فعلا. تمام دي بقى لازم نسيبها تستريح صح كده؟ اسكندريه رد على مكه ليلو. اسكندريه ساقعه جدا دلوقتي. خد مكه ليلو. الو هناخد المستريحه. الو دي مستريحه؟ ايوه. ازيك يا مكه؟ ازيك يا عم؟ انا مش عمو، انا اسمي ليلو. اسمك ايه؟ اسمي ليلو. ازيك يا ليلو؟ عامله ايه يا مكه؟ ولا مكه ده ولد ولا بنت؟ بنوته. انا بنت. انت بنوته؟ بنوته. تمام تمام. عايزه دي ما مكه ده ممكن يبقى اسم برضو ولد او بنت على فكره عادي خالص. عندي كام سنه بقى يا مكه؟ انا عندي 9 سنين. 9 سنين؟ طيب انا عايز اعرف لو سمحت قبل اي حاجه الجو عندك ساقعه ولا لسه واحده واحده كده؟ مش عارفه بس انا ماما بتقول لي البسي تقيل عشان الساقعه. لازم نسمع كلام ماما طبعا. انت ممكن تلبسي الدولاب كله على فكره. هات لي الكيس يعني. طيب انا عايز اعرف يا مكة لو سمحت اسمك الحقيقي ايه بقى لو سمحت؟ اسمي الحقيقي؟ ايوه ملك. ملك. وبيك يا مكة. جميله. اسم يا ملوكه جميل. ملوكه شفتي النهارده شوف اسماء بتعمل ايه النهارده؟ انت بتحبي النودلز؟ بحبه قوي. هنعمله بقى دلوقتي بطريقه سهله قوي. ماشي. اتفرجت على فيلم كونج فو باندا؟ راجي بقى علينا. فيلم كونج فو باندا اتفرجت عليه؟ فاكره بابا الباندا كان بيعمل النودلز ده، احنا بقى هنعمله اهو وهنحط عليه المكون السري. تمام. عايز بوسه بقى كبيره. عايز بوسه كبيره. انا عايزه اغني معاك. ايوه اوكي. عايزه تغني معايا الاغنيه اللي قلنا عليها. غني يلا اغنيه هم النام عارفاها ولا انت حافظه اغنيه تانية؟ انا حافظه حتى مغنانه منها. طب اوكي ممكن تسمعها بعض واغنيها معاكي. يلا 1 2 3 قولي يلا. تغني في سرك ولا ايه؟ يلا كمان مره. اوكي يلا نعدي مع بعض تاني. نام يا روحي يلا جايبه لك مام. برافو عليكي. كل واكبر لي يا روحي يلا هم المام. ها صوتها احلى منك يا ليلى. انا بحبك. سبعه كبيره. سبعه كبيره طبعا طبعا طبعا. سبعه كبيره قوي قوي. باي باي يا حبيبي. كلمينا تاني. شكرا جدا يا مكة. باي باي يا مكة. وصوري نفسك جنب اي اكل ماما بتعمله وبعتيها لنا على الصفحه على طول على طول. باي باي يا حبيبي. باي باي يا مكة. طبعا دي اللي عايز تستريح صح كده؟ دي هتستريح. تمام. بص بقى ريحنا شويه واحده اهي بالشكل ده وخدنا منها قطعه صغيره ورشينا شويه دقيق ليلو والمفروض نفردها رفيع جدا ارفع حاجه. محتاجه عضلات يا ليلو. طب انا ممكن انا اعمل معاكي اساعدك. انا عارفه ان انت بتشرب لبن كل يوم فعندك عضلات. لازم يلا. كلنا نساعد ماما بسرعه بسرعه. يلا بينا. يلا يا ليلو. يا جماعه انا سالت في الحلقه اللي فاتت سالت سؤال حد عارف دي اسمها ايه؟ حد من اصحابي يجاوبني لو سمحت. اسمها نشابه. هم ممكن برضو عرفت عليك. اسمها نشابه. احنا بقى ممكن نقول له. تمام نشابه. ايوه نشابه. يا سلام اهي افردها تاني. عارفين ليه بقى هي جت معايا كده في النشابه يا اصحابي؟ عشان احنا المفروض نقلبها وتاخد دقيق كمان. اهو اهو كده اهو كمان فرده. معانا ام حمزه كمان. مامة حمزه اتفضلي. ازيك يا ام حمزه؟ حلو كده. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بتفرج على حضرتك. الله يخليكي. تسلمي يا رب. فين حمزه؟ تمام الحمد لله. انا بعزك جدا والله. الله يخليكي. حمزه جنبك؟ بس حمزه لسه عنده 7 شهور. ما شاء الله. ربنا يحميك. خالص يا رب. ربنا يحميك. لسه بيبي خالص. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. بياكل نودلز ولا حضرتك؟ انا كنت عايزه اعرف طريقه تسويه الفراخ الامهات. حاضر عينيا. حاضر هنزل لك الطريقه. خلاص حاضر. استنى عشان نشوف الطريقه يعني اسويها ويعني اعملها بشكل حلو. حاضر. انا كنت عامله ليها طريقه زي الديك الرومي كده هقول لك طريقتها ايه اللي احنا كنا عاملينها وهنزلها لك على الشاشه. ماشي يا حبيبتي. باي باي يا حمزه. باي باي. باي باي يا حبيبي. بصوا بقى فردناها رفيع كده يا ليلو. تمام. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعملها رول. هنلفها واحده واحده. يلا كده. بصوا هنعمل رول كده بالشكل ده. المهم نعملها رفيع جدا يعني نحاول نرفعها تماما واحنا شغالين. بنفردها مظبوط. حلوه كده. ايوه حلوه جدا. حلوه قوي كده. بتشبه السينابون بالظبط كده. بصوا
وهجيب سكينه، وتفضل تبقى سكينه اللي هي الحاجات اللي هي المشرشره شويه، تمام، عشان اعرف اقطع بيها رفيع قوي النودلز بتاعتي. وبعدين هنفرطها زي بقى من بعضها بالظبط، هنوريك دلوقتي. يلا بينا كل سنه وانت طيب. يبقى السكينه عندي تبقى عايزاها تبقى مشرشره كده عشان ابدا ان انا اقطع بيها، تمام. اخد بقى اللي انا عملتها. طبعا لو عندي مكنه ينفع، في مكان بتاع مكرونه ليلو بيسهل جدا الموضوع، بنفرد بيه بتعمل كده اهو، وبينزل لنا شرايط المكرونه لوحدها او الاسباجيتي او اي حاجه. فناس كتير قوي ما عندهاش المكنه دي، تعمل ثواني ايه؟ ثواني، ده كده انا كنت فاكر ان المكرونه دي بتتزرع. لا ناس كتير ما عندهاش يا ليلو المكنه دي، في حد فاكر ان المكرونه بتتزرع برضو؟ تعمل ايه لو ما عندهاش المكنه دي؟ هتعمل اللي احنا بنعمله، نحاول نتصرف ونقطعها بالسكينه، بس لازم تكون بالمواصفات دي، تمام. بصوا بقى، هنقطع رفيع كده خالص، ناخد بالنا طبعا من ادوات المطبخ يا اصحابي. رفيع ارفع حاجه يا جماعه ينفع نقطعها، اهي اهي. بصوا طبعا كل الاطفال ما يقطعوش حاجه بالسكينه خالص، وخصوصا الخطوه دي لا، ماما لازم تعملها، لان انا بصوا بقطع رفيع ارفع حاجه تدخلوها. مظبوط 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 يا شيف اسماء. الناس لسه مش عارفه فين النودلز في عشان الموضوع، عشان كده انا هقف كده، هقف ثابت مش هقطع حاجه. وانتوا يعني كل الاطفال كده إيه، كل الاطفال يقفوا زي كده، هو يستغربوا كده يتفرجوا كده واحنا بنعمل. بس احنا ممكن نعمل بقى ايه حركه ثانيه، يعني ممكن الاطفال يجيبوا الحبه دول كده اهو بالظبط كده، ايه اهم اهم اهم، وابدا افرد فيهم بقى. يعني ممكن اهو، بص بص بس بالراحه جدا، ها استنى عشان يشوفوا على الكاميرا اهو. اوكي ايوه، نفردها كده بالراحه واحده واحده كده اهو، زي الحبل كده. ايوه تمام. أيوة. زي الحبل عليك. تمام يا فندم، تمام 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 اهو، نفردها كده زي الحبل بالظبط كده. ايوه يا ايوه، شايفين يا اصحابي زي الحبل كده. برافو عليك يا ديرو، شايفين تمام. يا جماعه عامله ازاي؟ بصوا اهو، هتلف كده بالراحه، ها زي الحبل، بس هو الحبل اتقطع منكم كده. لازم نعمل الصوت ده على فكره، ممكن بقى الولاد يساعدوا مامي بقى في الخطوه دي زي ما ليلو بيعمل كده. بس في سر، المكون السري، يعني احنا لو ما عملناش الصوت دوت هتبقى بايظه. ماشي لازم نعمل الصوت ده. تعرفي تعمليها؟ لا. بص عشان ما عملتهاش اتقطعت مني اهي. بصوا خلصنا كده بالشكل ده، هبدا افرد كده بالشكل ده بالراحه. بصوا بفك اهو، سلام يا سلام يا سلام. شايفين اهو، ممكن اهم حاجه برضو ان احنا ناكل اكل صحي ومفيد يا اصحابي. ايوه، والحاجه اللي ماما بتعملها لنا في البيت دي بتبقى اكتر حاجه صحيه. كل الرول ده ابدا افكه بالشكل ده، كانه بكره خيط. خلاص كانه بكره خيط بالظبط. بصوا شايفين يا اصحابي اهو. ايوه، مين هيكلمنا تاني؟ اهو بصوا ها. ايوه 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 ايوه، برافو عليك يا ليلو. بص ده شبه، يلا نكمل دول كمان، شبه الخيوط. يلا بينا اهو، بقت شبه الخيوط. بعدين هنعمل ايه بقى يا شيف اسماء؟ الايه؟ هنعمل ايه بعد كده بعد الحركه دي؟ هقول لك دلوقتي حالا. احسن كل اصحابي، بص بعد ما نفك كده بالشكل ده. انت عارف كمان لو حطينا شويه دقيق عليها واحنا بنلفها رول كانت ممكن يعني اتفكت معانا اسرع من كده. كده بص، عملنا كده لقيناها اتفكت على طول زي كده. ايوه زي كده، بس احنا هنفكها اهي بالراحه. النودلز، سر المكون السري اهو بالشكل ده. فك كمان يا نينو. سلام، حاضر. احنا المفروض نعمل الحركه، لازم نعمل نفس الصوت يا جماعه، الصوت ده مهم جدا. بص ايوه، طريقة سهلة خالص وسريعة. نبدأ بقى نفرد فيها تاني، يعني نكمل عجينة، ده جزء من العجينة. يعني بصوا بقية العجينة اهي، هناخد جزء جزء ونفرد ونعمل نفس الطريقة. حابين نعملها مرة كمان ولا وصلت خلاص؟ يعني بصوا ممكن ناخد قطعة كده وهنبدأ برضو نحط شوية دقيق ونبدأ ان احنا نفردها بالراحة خالص خالص، وبعد كده هنقوم لفينها رول ومقطعينها رفيع جدا بالسكينه اللي هي المشرشره دي، وبعدين نفكها بالشكل اللي احنا عاملينه ده. شايفين؟ بعد ما تبقى عندنا كميه خلاص كويسه اللي احنا عاملينها، كل ما نقطعها رفيع كل ما هتبقى احسن يا جماعه. يعني الموضوع ده سره في ان احنا نقطعها رفيع، بلاش تبقى تخينه قوي. بالظبط كده اهو، جميل جدا جدا جدا. بصوا اهي، هنخلص بقى العجينه خالص هتبقى بالشكل ده، شايفين اهو.
خلاص ده اللي ما عندوش مكنه. يعني انا حبيت النهارده، انا عندي مثلا مكنه بس انا حبيت النهارده اشتغل بحاجات موجوده في كل بيوتنا عشان تبقى سهله كمان عليكم. بالظبط كده مظبوط تمام مظبوط. طيب قبل بس ما نطلع فاصل هوريكوا النودلز هنعمل فيها ايه. ايوه بصوا دي النودلز اللي انا منشفاها دول حبه احنا حضرينهم شايفين اهي اهي شايفين عامله ازاي اهي خلاص. طب عملناها كده ازاي بقى يا ليلو؟ دي كمان شبه كاننا مطلعينها لسه من الكيس. ايوه بالظبط كده عملناها ازاي. ايوه هنمسك بقى ده كده. ايوه نحطها هنحطها في قالب صغير بالشكل. أيوة. ده كده ايوه اهو اهو باين معايا في الكاميرا. هنحطها في قالب صغير بالشكل ده كده وبعد كده هنقوم منشفينها في الفرن على درجة حرارة 170-180 هتقعد حوالي مثلا ربع ساعة تلت ساعة المهم تنشف. وقت صغير جدا يعني وقت صغير خالص. اه بالظبط تمام تمام خلاص. بعد كده هندخلها الفرن. ايوه برضو ناخد بالنا يا اصحابي ان انا عايزاها ايه تبقى زي القوالب الجاهزة زي ما احنا شفنا اهو وبقت ماسكة نفسها كمان تمام. يعني ينفع ادوقها دلوقتي ولا صعب؟ ممكن هي يعني مش هي مستويه ما فيش مشكله منها لسه بقى هتكمل سوا هنعملها زي شوربه كده زي ما احنا بنحبها.